في نوع من المسلسلات كده عايش معانا في أذهان وذاكرة مش بس الدراما المصرية لكن كمان المشاهدين المصريين والعرب بشكل عام، مهما مر الزمن ومهما عدى عليه بنلاقي بعض القنوات لسه بتعرض المسلسلات دي ولسه الناس بتتكلم عنها على جروبس كتيرة ولسه ناس متابعة حاجات كتيرة قوي زي فرح سنية مثلا. لسه فاكر ده عنوان الفقرة اللي هتقدمها لينا زميلتنا جيرمين إبراهيم، وهي فقرة مرتبطة بالنوستالجيا والمسلسلات اللي ارتبطنا بيها ولسه ليها رونق وإقبال كبير مهما اتعرضت، ومع مرور الوقت والزمن بتزيد شعبية وبتزيد من كمان يعني متابعين المسلسل ده. خلونا نشوف مع بعض جيرمين زميلتنا معاها ايه والمسلسل اللي الناس لسه فاكراه لغاية دلوقتي. في رمضان سنة 1996 اتعرض مسلسل من أكتر المسلسلات شهرة مش بس في مصر لكن في الوطن العربي كله، وهو مسلسل لن أعيش في جلباب أبي للراحل نور الشريف والمقتبس من رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، واللي لسه عايش معانا لحد دلوقتي بشخصياته ومشاهده اللي عمرنا ما هننساها. فيا ترى لسه فاكر؟ وبرغم ان اكتر من 25 سنة مرت على العرض الاول للمسلسل لكنه لسه محافظ على شعبيته وشهرته، ومن فينا يقدر ينسى اشهر فرح مر على تاريخ الدراما وهو فرح سنية، ده غير المعلم سردينة وقصة حب عبد الغفور البرعي وفاطمة كشري واللي تقدمت في دراما اجتماعية ناجحة هتفضل عايشة من جيل لجيل. تفتكري مسلسل لن أعيش في جلباب أبي عدى عليه كم سنة؟ يعني أكتر من 20 تقريباً. كتير جداً، يمكن معظم القنوات اللي بيتذيعوا بتفرج عليه على طول. اتفرجت عليه بتاع حوالي 5 مرات 10 مرات، هو مسلسل حلو من المسلسلات المفضلة بالنسبة لي. أكتر من حوالي 10 مرات أو 15 مرة، كتير أوي. كذا مرة، كتير جداً، كتير جداً جداً. أكتر مشهد أو شخصية فاكراها من المسلسل ومعلقة معاكي؟ بصراحة في أكتر من مشهد، بس المشهد اللي هو كان وقت المناقصة وكان بينافس أبوه. والله هو المسلسل كله يعني من اول نور الشريف وطبعا الوكاله كلها بقى، محفوظ وسردينة وعيلة عبد الغفور طبعا بعبد الوهاب. بابا عبد الغفور ومراته امي وابويا. هو نور الشريف تقريبا هو اللي كان واخد القصه كلها. المشهد طبعا المشهد الاخير بقى لما بيجي الابن يروح للاب وهو بقى بيستقبله وبيقوم من الكرسي وكان يعني كاس العالم جاله. ليك ذكريات مع المسلسل ده؟ اتفرجت عليه وانا صغير، بعدين اتفرجت عليه مره وانا كبير، فاللي هو طبعا فرجه وانت صغير ما تبقاش لسه فاهم كل حاجه، بس لما كبير الموضوع انت بتابريشيت المسلسل اكتر، بتقدره اكتر من اي حاجه تانية. يعني موسم رمضان كان دايما نقعد نتفرج على كل المسلسلات تقريبا في وقت يعني كده. العيله نفسها والفكره بتاعه المسلسل ليها كده، ليها رونقها، ليها فكره بتاعتها، الفكره الكويسه النظيفه. لا ولا مشهد عبد الوهاب بقى وهو داخل عليه الوكاله بعد ما خلاص بقى يعني هيعيش في جلباب ابيه بقى خلاص. أيوه. يعني بعد ما خد القرار وداخل عليه الوكاله بيقول له سلام عليكم يا حاج، قال له عليكم السلام ورحمه الله، مش مصدق نفسه طبعا. أيوه. لا من المشاهد اللي ما تنسيش زيه برضه زي فرح سنيه وملكش دعوه بحد يا عبده، كل انت يا عبده. لا في شويه كلام كده في المسلسل والسيناريو زائد قصه المسلسل نفسها، قصه صعود الحاج عبد الغفور البرعي معلم سردينة اللي ساعده في الاول وازاي وابن المعلم سردينة ازاي كان واقف ضده في النهايه غصب عنه، محفوظ ما لقاش بديل غير انه يتعاون معاه، بل بالعكس ده تفوق وعدى. ففي قصه صعود، وفاطمه كشري يعني قصه صعود خطيره. طبعا. لا يعني انا بالنسبه لي ياسر جلال وعيلته كانوا اول صدمه ليا حقيقيه في الوزير. بجد يعني لو انا كنت بقعد اتفرج وانا صغيره، لا هو في كده ولسه لغايه دلوقتي كل شويه تتفرج عليهم تحس انه عايز بس هي والدته مع والدته اللي كانت صعبه شويه، انما الوزير كان طيب. الوزير فعلا كان طيب. كان طيب جدا. فالحقيقه من المسلسلات اللي معلمه مع الناس والناس بتتفرج عليها، سواء جيلنا يعني اول ما المسلسل ده طلع بنتفرج عليه حتى مهما اتعرض مره واثنين وثلاثه، والاجيال الجديده كمان بدات تسمع عنه من خلالنا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبدات تعرف لن اعيش في جلباب ابي وبداوا يتابعوه. لن اعيش في جلباب ابي والمسلسل الثاني كمان اللي هو عائله الحاج متولي، الاثنين دول انا متهيألي عمرهم ما هيقدموا نور الشريف مدرسه، ومهما تعرضوا على اي قناه هنقعد عمرنا ما هنقلب هنفضل نتفرج. يا جماعه نور الشريف مدرسه. أيه. مدرسه بجد يعني. مدرسه مختلفه عن بقيت جيله حتى اللي كانوا موجودين معاه، لانه كان فاهم تمثيل صح. يعني هو مش بس ممثل بارع،
كان فاهم يعني ايه صناعه نجم، كان فاهم يعني ايه صناعه تمثيل، كان فاهم كويس جدا في السينما وفي الدراما، وكان عارف حتى كان ليه محاضرات كده موجوده هي على اليوتيوب بيقول ازاي تتعامل وانت بتصور، ويبقى فاهم اضاءه ويقول لك ما انا لو مشيت كده ما انا هخرج من النور بتاعي، فهو فاهم كويس قوي مش متعب، فعشان كده كان مريح بالنسبه للمخرجين ان هم يتعاملوا مع نور الشريف في الافلام وفي المسلسلات. زي ان هو طبعا زي ان هو كان فعلا بيعرف يتقمص الشخصيه صح، بيعرف يلبس الشخصيه صح، بيعرف يخترع لزمات زي ما احنا شفنا برضو من خلال كلامه، بيخترع لزمات كده بيتعامل بيها في مسلسلاته وفي افلامه، بتفضل الحاجات دي هي اللي معلمه وهي اللي باقيه مع الناس. لا وعنده افلام فعلا كمان من الافلام اللي هي هتعيش طول عمرها، المصير مثلا عمرنا ما هنقدر ننساه. وبالمناسبه كمان يا شاذلي يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل انه ذكرى وفاته كانت من يومين، ربنا يرحمه يا رب، فعلا علامه كبيره من علامات الدراما والسينما المصريه.